بدأ المصور الفوتوغرافي العالمي ناصر الربيعي هوايته منذ الصغر بإمكانيات بسيطة ومحدودة. طبعا الوضع صعب يعني في التصوير، ما كان فيه يعني تدريس للتصوير أو دورات. الإصرار والعزيمة قادت الربيعي إلى تحقيق كثير من المنجزات عبر المشاركات المختلفة في المسابقات العالمية. هنا ألقاب نسميها ألقاب النجوم اللي هي من الجمعية الأمريكية، وأهلتني للحصول على هذا اللقب أو شهادة البي بي اس اي اللي هو لقب الكفاءة. من خلال ما قدم الربيعي واختير ليكون ممثلا للمملكة العربية السعودية للجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي بي اس اي. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت من تمثيل المملكة لدى الجمعية الأمريكية البي اس اي، وهذا الحمد لله شرف كبير أني أمثل دولتي وأمثل مصوري المملكة ومصورات المملكة لأقوم بخدمتهم في هذه الجمعية العريقة التي تأسست عام 1934. استطاع المصور الفوتوغرافي ناصر الربيعي أن يحقق العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعالمي رغم قلة الدعم الذي يقدم للمصورين الفوتوغرافيين في المملكة. في أخبار المملكة، سلطان دغمان، نجران.